سائق الشاحنة مختار بعناية، ستيني لا يلفت الانتباه، معتاد إجرام يخفي العديد من الأسرار. حبس داخل مرتين وكذا، درت عام وعامين وعام سرقة تاع طوموبيل، والدوزيام داري لي نصب 2007 سرقة ثانية، سرقة دار ذهب وديته من دار. أنا خدام شوفار سيمي، هذا جاني سعيد، واحد يقولوا سعيد قال لي تخدم شوفار، أدى واحد 15 يوم ولا 20 يوم هكاك تمرست بارك، قال لي خلي الكاميو هنا، خليته ثم وجيت طيارة هنا مطار، جيت لهنا وروحت قعدت 15 يوم في دارنا راقد. بعد عيط لي في التليفون هذا الباترون قال لي احكم طيارة وروح الكاميو راح نجيبوه، راح جبنا الكاميو ستيرنا. يا اخي ممنوعات هذه المهلوسات هذه،